بمئوية تأسيس الدولة احتفلت مديريات التربية والتعليم في معظم محافظات المملكة اليوم، ورفع الأردنيون الشعارات احتفاء بها، ورسموا الجداريات التي واكبت مراحل التأسيس منذ عام 1921. ونحن نعبر مئوية تأسيس الدولة الأردنية، تخط المملكة بعنفوان شيبها وشبانها ملامح مرحلة مقبلة وسط أجواء تختلط فيها مشاعر التفاؤل بعزيمة التحدي لتجاوز المحن. برعاية من مديرية التربية والتعليم في لواء البتراء، تم الاجتماع في هذا الموقع الأثري العريق والقديم والذي يرمز لكل الأردنيين للاحتفال في هذه المئوية كمرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية والإنجازات التي حصلت من عام 1921 ولغاية 2021. احتفالات امتدت على ثرى الأردن بكل محافظاته، رغم الظروف والأوضاع التي يمر بها العالم، أقيمت لتسطر قصة نضال وتضحية جسدها الأردنيون لبناء مملكة أردنية هاشمية كنموذج وطني مستقر صنعها مجد الثورة العربية الكبرى. احنا بنحكي عن تحديات بمقابل إنجازات عظيمة تحققت في عهد الهاشميين ولهم الفضل في تأسيس الدولة الأردنية بال21، وحيث أن الإنجازات كبيرة وأصبحنا نباهي العالم كلها بإنجازاتنا، وهذا دليل ترابط وتماسك بين القيادة والشعب، وحقيقة الهاشميين ما توانوا يوم أبدا في خدمة هذا الوطن وخدمة شعبه وخدمة أمته. إحنا اليوم كباقي مديريات المملكة نحتفل بالمئوية للمملكة الأردنية الهاشمية، نقول وتستمر المسيرة، مسيرة العطاء، مسيرة المحبة، مسيرة الانتماء والولاء للوطن ولقائد الوطن. على صعيد التربية والتعليم 179 مدرسة حكومية، 126 مدرسة خاصة رفعوا الشعار على جدار المدارس تعبيرا عن استمرارية العطاء. مناسبة غالية، مناسبة عزيزة على قلوبنا. هذه المناسبة عزيزة على قلب كل أردني حر أبي. فهذه الجداريات جسدت شعار الدولة أو شعار المئوية الأردنية، وأيضا اللي هو إنجازات الدولة الأردنية في مجال التعليم ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات. تزامنت هذه الفكرة في رسم الجداريات التي مثلت مراحل تطور الأردن منذ عهد المؤسس الدولة الأردنية الملك عبد الله الأول ولغاية الآن لعهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. هي عبارة عن سلسلة كانت بدايتها من انطلاق المملكة الأردنية الهاشمية من البدايات حتى النمو وحتى الازدهار. وبعد نحو قرن على التأسيس، بات الأردن رقما صعبا على خارطة المنطقة، وهو فرصة للإيمان بقدرات الشعب الأردني الذي يسير خلف نبراس أمل يتمثل بمشروع الحرية والديمقراطية وحياة أفضل.